فعندنا الآن مباحث. إذا المبحث الأول، أولا معنى العلو عند السلف، معنى العلو عند السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 97 و200، قال رحمه الله: فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. من خلقه. إذا ننظر إخواني في الله إلى معنى العلو من كلام هذا العالم، فهو يقول لك بداية أن معنى العلو ليس من كيسي، وإنما هو مقرر عند علماء السلف، ومر معنا معنى السلف وحجية اتباع السلف ووجوب اتباع السلف، فلا نعيد. فهنا يقول: فالسلف والأئمة يقولون، هذا نقل لا يكون إلا من استقرأ كتب أهل العلم ونظر في آثار السلف، حتى إذا حوجج أثبت أثبت. وسوف يأتي معنا إن شاء الله إثبات مفصل لهذا الإجمال، ولكن نحتاج الآن إلى فهم المعنى. إن الله فوق سماواته، إذن هذا هو العلو. فأعلى ما ترى أيها الإنسان والسماء، ثم فوق السماء سماء، ثم فوق كل شيء، وفوق المكان هو الله جل في علاه. فسوف يأتي معنا أن الله عز وجل فوق مخلوقاته، فالمكان من مخلوقات الله، فالله فوق المكان. ولا تقل كيف، فسوف يأتي معنا إنكار السلف بسؤال كيف، وإنما تفهم المعنى ولا تسأل كيف، لأن هذا فوق عقلك وهو واجب عليك الإيمان به. بل في حياتنا الدنيوية من لم يكن من أهل الاختصاص فإنه لا يعرف كيف. مثال من هذا المسجد، انظر إلى هذه الكهرباء، إلى هذه الإنارة، أنت تعرف فقط أنك إذا دست على مفتاح الكهرباء أضاءت هذه اللمبات، ولكنك لا تعرف كيف تكون هذا التيار الكهربائي، وكيف انتقل بالشحنات، وما هي العلاقة مع هذه اللمبة، وكيف حصل عملية التهييج والتأيين وما شابه حتى ظهرت لك الإنارة.
لا تعرف، وإنما فقط تفهم أنك إذا دست المفتاح ظهرت معك الإنارة. هذا ولله المثل الأعلى. فهذا مثال تقريري على بيان حد عقلك يا عبد الله. فلذا سوف يأتي من كلام السلف إنكار كيف، لا تسأل عن صفات الله بي كيف. ومن تأصل في هذا الموضوع وناقش أهل البدع فسوف يعرض لك شبهات فقط فيما يتعلق بالكيف، فسوف يعرض لك شبهات كلها قائمة على الكيف، فأهل العلم أجابوا عنها. فإن لم تكن وقفت على جواب أهل العلم فقط ليتأصل عنك وفيك هذه العقيدة أنني لا أعرف كيف أصفها، وسوف يأتي ذلك مفصلا إن شاء الله لاحقا، لكن استبقت الكلام حتى نفهم معنى إن الله فوق سماواته، فالله عز وجل فوق العرش، ففوق السماوات يوجد العرش والله فوق العرش. فإذا كل شيء يقال عنه مكان فهو مخلوق، فالله فوق المكان، فلا نعلم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الله فوق سماواته، فوق السماوات يوجد العرش مستوى على عرشه، مستوى على عرشه. وسوف يأتي معنا أن معنى الاستواء أي على وارتفع، على وارتفع، سوف يأتي معنا أيضا ذلك لاحقا إن شاء الله. فإذا فوق السماوات يوجد العرش، والله مستوى على عرشه، ومعنى مستوى أي على وارتفع، فقد نبت من أهل البدع من قال فهل الله متصل بالخلق؟ فكانت عبارة أهل السنة وعبارة السلف أنه بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه، حتى لا يدخل في عقل هذا الجاهل من أهل البدع ما أورده عليه الشيطان من شبهات أن فوق تعني المماسة، فقالوا بائن من خلقه. إذن هذه هي عقيدة السلف، وتأصيلها لخصها لك شيخ الإسلام بصفة النور فيما يتعلق بصفة العلو. وكما قلنا العلم نقطة كثره الجاهلون، فالسنة والحمد لله واضحة، ولكن كثرت المؤلفات بسبب كثرة أهل البدع. إذن هذا معنى العلو لله جل في علاه، أنه فوق سماواته، مستوى على عرشه، دائن من خلقه جل في علاه وعظم في عالي سماه.